شوف شي مكركب وفوضوي. شو قصدك؟ نحن فوضويين؟ كتير كتير. على فكرة انتو التنتين اكذب من بعضكم. انت اكزاكتلي مدير بس لمشروع سيرك القرود. حياتكم ما رح تتطور. خسرتوني. انا ادم. او ماي جاد، شو اللي عم بيصير؟ لك ليش بتعطيله؟ لك والله لسه ما لحقت افتح الباب، كان صاير جوا. يخرب بيته مثل الفار، شو اعمل؟ انحرجت منه. خلص خلص، هلا بشوف شو وضعه. بدك اعمل لك قهوه؟ اهلا وسهلا. الله معك. لا اذا اضطريت بناديلي. ماشي. اهلين. اهلا. اهلين فيكي. لا والله صاحب واجب. تفضل تفضل. حبيبه قلبي. طبعا صاحب واجب. مارق بالصدفه من هون للصدفه البحته. قلت امرق شوف شو صار معكم مع ممدوح فارس الكينج. قلت لي الكينج؟ مو الكينج على اساس رفيقك، ليش ما سالته؟ اكيد مو رفيقي. صحيح كان في بيناتنا شراكه عظيمه، كان مسلمني الامور الماديه والمعنويه والعمليه وكل شيء بالشركه، بس بعد اللي صار معكم اعوذ بالله مستحيل مستحيل يصير رفيقي. لا ولو ما عرفتك. عن جد انك صاحب موقف. لك ولا ولك نواره، لك انت غالي على قلبي، انت هون انت حششت القلب. اشو بعد كل شي صار بده القرشين اللي صرفن على المشروع؟ قلت له اقف عندك، عيب عليك يا استاذ ممحوح. ممدوح اوعك، هاد مو وصول ابدا. هاد تعبنا جهدنا عرقنا. خلاص خلاص غزوان، انت هيك قلت له؟ ايه. غريب، مع انه الكينج قال انه هو ترك لنا المصاري، فممكن تفهمني مين نا؟ أنا وأنتي والحب تلتنا. أنا وأنتي والصبايا يعني. إيه خلاص خلاص غزوان، أنت من وين تنطفى بالله؟ ما عندك شي فيش كهرباء نقدر نسحبه لينخفى الصوت؟ ما معك كتالوج؟ والله يمكن تاركو عند ريهام، هديك بتعرف تطفيني وتشغلني. Thank you. انت
انت حابب تشوف وشي الثاني، كيف ممكن تفهم انك تحل عني؟ دادو ممكن تسمعيني شوي؟ انا كل اللي بدي اياه منك انه نقعد شوي ونحكي كلمتين بهدوء، فقبلي عزيمتي على فنجان قهوه. لا انت الوش اللطيف ما بيمشي معك بنوب، رح اجيب لك حدا يوقفك عند حدك. حالي تفهميني ارجوك، يعني اكيد شكلي مو شكل حدا عم يلحق بنت حلوه بده يزعجها. فنجان قهوه بس. يو نو هاد اللي مطولي بالي على اللي عم تعمله، واضح انك ابن عالم وناس، بس بدي اعرف شو بدك مني. تفضل. بس نحن هيك بنكون رجعنا لنقطة الصفر. بتعرف حبيبي هي في شغلة كتير منيحة، إنه ممدوح قبل ما يفض عقد الشراكة ترك مبلغ صغير فينا نتصرف فيه. على فكرة حتى بهذا التفصيل عندي عتب عليك دانا مالي، لا تزعلي مني. ليش يا عمري؟ شو عملت؟ إيه كان لازم وقت الفكيتي هذا العقد تمسكي المصاري وتزتيهم بوشه، ونحن ما عنا بحاجته. يا حبيبي أنت ملاحظ إنه نحن ما بنحكي غير بالشغل؟ شادو عامل لك قهوة؟ لك ليك يا القهوة شبك، شو صار لي؟ شاي، شاي أخضر. لا كازوز. أستاذ آدم، أنا إجيت أسمع منك، حضرتك قاعد ساكت وما عم تحكي شيء. يعني واحد من أهم أهداف هذا اللقاء أني أستمتع بمجرد فكرة أنك أنت قاعدة معي. ماي جاد أستاذ آدم، السبب الوحيد لوجودي هون هلأ ومعك أني بدي أعرف بوضوح وبشكل دايركت وبدون لف ودوران شو بدك مني؟ إذا عندك أي شيء حابة تعرفي اسأليني، أنا رح جاوبك بوضوح. منين جبت رقمي؟ من البنت اللي بتبيع كون تياب، يمكن اسمها منار. قدرت اقنعها انه انا صديق قديم وانه جايب لك فرصه عمل جديده واني مضيع رقمك، فاعطتني الرقم. منار؟ انا هالبنت من الاول ما برتاح لها. حرام، البنت ما دخلها، هي بس حبت تساعدك لهيك اعطتني الرقم. اوكي تو. بعيدا عن منار وعمايلها، انت ليش طلبت منها رقمي؟ وبنرجع للنقطة الأولى، شو بدك مني؟ اللي عم يصير هلأ هو اللي بدي إياه بالضبط. بدي أسمعك، بدي أكون قريب منك. ما في داعي لهالقرب كله أستاذ آدم. طيب بس اسمعيني، أنا بدي أحب. إذا ممكن، أنا سمعتك بما فيه الكفاية وعطيتك مساحة كبيرة لتعبر، يعني ما بخبي عليك انك شخص كتير جنتل ومزوي، بس بليز لا تطلع لي صدفة. عن إذنك. الحساب واصل. شو حلو شو؟ الكراهوفة؟ معقولة أنت عندك هيك موهبة وما بتستثمريها؟ لك قلت لكم أنا كنز. فكرت مرة أفتح بسطة بس خفت يفشل الموضوع وما أنجح، قام بطلت. بسطة؟ هاد سقف طموحك؟ ليش؟ إيه شو بالبسطة؟ يعني لو أنت مكانها بتفتحي مول؟ لك مو هيك قصدي، بس إنه صار في كثير طرق جديدة. ما جربتي تعملي صفحة على الفيسبوك؟ هاد الحكي اللي بينسمع، شو رأيك رهوفة؟ جربت سألت عن الموضوع وخبروني إنه صفحتي ضعيفة، ما بيمشي الحال، ما فيها غير كم صديق. موضوعك عندي، هعمل لك بيج ونزل لك دعاية عندي وخلي كل الفولورز تبعوني يعملوا لك فولو. والله برافو عليكي. موضوعك عندي قلت لك. شو بك حاولتي؟ ما عم بقدر فوت على أكاونتي. إيه عادي، بيكون ما في نت طفي ورجعي شغلي. في نت وعم بيقلي الباسورد غلط. أعطيني لشو؟ شوفي بليز. تخيلي شي حدا يكون مهكر لك حسابك؟
يا إلهي شو رح يكون ريحنا؟ دادو انتي قسيتي عليه كتير، يعني ما بدك كل القد؟ يعني شو كنت لازم أعمل؟ واحد لا بعرفه ولا بيعرفني وعم يطلع لي من قلب السشوار. ما دام عم يطلع لك من قلب السشوار معنات الأجواء دافية. بلا غلاظة، ما في شي منها، تخيل. طيب شاب ظريف وكيوت، ليش لا؟ شو؟ يا نور أنا ما تركت كل شي وإجيت لهون لحتى حب وإنحب. أنا إجيت لأنه عندي هدف، ما بدي شي distract me. ليكي يعني أنت بتتخيلي إنه العالم بتقرر إنه تنحب؟ كيف تشبه لك إياها؟ الحب هيك بيجي فجأة، يعني مثل كأنه ضوء وشعل. لا حبيبتي اطمني، أنا منزل القاطع كله. ما عندي كهرباء. إذا باين معك. هلوشة بليز 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 قلي اللي صار معك شي مشان الله طولي بالك، والله وترتيني، شغلي بده تركيز. يا الله شو هالورطة هي؟ صبايا يا صبايا، اللي مهكر حساب ميرا منزل هلأ فيديو على صفحته، مصور حيط أبيض وكاتب عليه ترقبوا قريبا فضائح لصاحبة هذا الحساب. عم تحكي عن جد؟ فانزاتي؟ شبه فانزاتك شبه؟ هلوشة بليز اعملي شي، بليز امسحي البوست. لك تركيني خليني أعرف اشتغل. ليش ما عم تردي؟ رقم ما بعرفه. طيب ردي. ما بدي رد. ولا قلك ردي انت. الو اهلا، انا مديرة اعمال للفنانة دادو، اذاعة خاصة. بدكم اياها بلقاء. والله اوكي. لا بس اللي بدي لكم عليه انه هي مسافرة حاليا، بترجع بعد كم يوم. طيب خلص بنرجع بنحكي. شكرا لك. ليش لا، هي فرصتك لترجع تطلعي من جديد. هلا انت من كل عقلك صدقتي انه هي اذاعة خاصة؟ لكن شو هي؟ هاد نفسه آدم، لعبة جديدة، خلص حفظت ستايله. يا حبيبي وصلنا لمرحلة انتحال الشخصيات، بقيان مرحلة أخيرة معناتها. شو هي؟ إنه يخطف الأميرة. تفي من تمك، متهاضمة اليوم. هلوش؟ هلوشة؟ هلا؟ هلوشة؟ ساعتك نايمة هلوش؟ شوفي ما صار معك شي كرمال أكاونتي؟ ما بعتوا لك؟ لا والله ما صار شي، ضليت عم حاول طول الليل. بس هذا الهاكر عم يبعث لي على الإيميل عم يهددني، قال إذا ما بدفع له 20,000 دولار بده ينشر محادثات وصور. حبيبتي اللي بده ينشر ما بيهدد، خلص أنا بتصرف، تركيني يرجع نام. وانتو ليش عم تتعاملوا مع الموضوع بهالبرود؟ طيب حسسوني إنه مركزين بمصيبتي. يا حبيبتي والله صرت طول الليل وبعت إيميل رسمي للموقع وبعت أوراقك الثبوتية، كيف فيني حسسك إني مهتمة أكتر من هيك؟ طب قلتك بوافق علي طلبه؟ نستدرجه لشي مكان ومنعرف مين هو. لا أوعك، لا بتستدرجي ولا بتردي على إيميلاته بنوب. إحنا هلأ قدام احتمالين، يا أما هاد الهكر ما بيعرفك لهيك عم يبعتلك على الإيميل، ولا كان بعتلك على الواتساب. طب والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني ممكن يكون حدا كتير بيعرفك بس عم يتعامل بحذر، وعلى حالتين نحنا ما رح نعرف مين هو. المهم هلا يرجع حسابك. طب قومي شوفي لي شو صار، الله يوفقك. يا الله لأمتى بدي ضل دير بالي عليكم بهالبيت؟ أمتى رح تعتمدوا على نفسكم؟ والله تعبتوني. ايه صدقتك علي هذا الحكي. هلا ليش لكذب عليكي؟ اصلا ما بكره رح اعرفك عليها. ايه ضروري تعرفني على سعيدة الحظ. لحظة لحظة ليكن ردوا.
البيانات اللي بعتناها صحيحة ورح يفتحوا لك الحساب خلال 24 ساعة. 24 ساعة؟ ما فيني، هذا عم بيهددني، ما معي 24 ساعة. لك يخرب بيتك شو بتنقي، أنا أكثر من هيك ما فيني أعمل. فهمنا بقى هلوشة، ما معي 24 ساعة عم بيهددني بمحادثات، ما في طريقة تانية؟ مبلا في، أنا عندي طريقة تانية على الأغلب بتجيب نتيجة. هلا بخصوص الشغل ما في أي نية لأي شيء تاني، بدنا نرجع ندور على سبونسر جديد. هلا أنت ليش عم تغيري السيرة؟ بدي أحكي لك عن البنت القمر اللي تعرفت عليها. Honestly غير عني. عن جد عم تحكي؟ أكيد لا، يعني مبينة كل القصة من تأليفك. خلص هيما فردا. عادي يعني. مرحبا. شو الصدفة الحلوة؟ مرحبا، أنا آدم. آدم معرفة قديمة، بعرفك أيهم خطيبي. تشرفنا. خطيبي أيهم، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. شو كمان هون بالصدفة؟ أبدا، أنا بلحق إحساسي بس. كيفك أستاذ أيهم؟ إن شاء الله ألف مبروك على الخطبة. إيه الله يبارك بعمرك حبيبة قلبي، بعد عناء يعني خطبنا. إن شاء الله عقبالك إذا مالك مرتبط، وإذا مرتبط كمان عقبالك. لا ماني مرتبط. بالإذن. الله معك، مع السلامة. إيه حبيبتي. حساب زهرة البيلسان لمين؟ أنا هلول. تبعتي لحساب ميرا إنه عندك معلومات وأشياء هو ما بيعرفها، وبتخبريه إنه اليوم المساء بكون الصور المحادثات عنده، عم تفهمي؟ يا سلام، وبلكي سألني صور ومحادثات شو؟ شو بدي جاوبه؟ هلا بدك مين يعلمك شو تقولي؟ قولي أي شيء. مين أخذ حساب شامة الدنيا؟ ليكي هلول، كأنك قبض القصة جد وعاملة فيها أنسة وطلاب. هلول هلول، أنا عندي حساب، ما فيني أبعت له؟ أكيد رهوفة، حسابك أكتر حساب بيفيدنا لأنه حقيقي مو مزيف. لك أنا ملكة الحسابات الحقيقية، أنا كنز. أنت حمامة بين كومت زياب. المهم سارة، بتقولي إنه عندك مقاطع فيديو لميرا مصورتيهن برحلة سياحية، وبتقولي كمان إنه خطفت لك جوزك. أنا؟ أي مو أنت على طول بتقولي إنه أنا بتبلاكي؟ بتصدقي طلع معك حق؟ ليكي أنا عم فكر ابعت له، قل له خليني احكي معك صوت، عندي شيء ما بينكتب. والله فكره، ايه هلوش بقدر اعرفه من صوته. لا اوعكن، لازم نتعامل معه بحذر شديد وما نخليه يحس بشيء. الفكره هي انه كلكن من فانزات ميرا، واستنيتوا يوم يتهكر حسابها حتى تصفوا حساباتكن معه، عم تفهموني؟ شو عم تقولي انت؟ يعني انا ممكن يكون عندي فانزات يعملوا فيني هيك؟ لا يخرب بيتهم، انا بدي اعرف مين هنن. اكيد طبعا. أساساً أنا ما صدقت إنه فعلاً حسابها تهكر، وبتمنى منك إنك تنشر كل القصص يلي رح أقلك ياها عنه، لأنه ما بتتخيل قديش غليظة وتقيل التم وما بتنطق. الأهم من هيك إنك كتير مفكرة حالها فاني. سارة معقولة أنتي؟ لكن شو بدك شو؟ حبيبتي هيك لازم أعمل لحتى القصة تمشي كلها على الضبط. نور وأنتي شو هالتعليق؟ شبه حلو ما حلو؟ إيه وشو حلا؟ أنا فوضوية وعندك صور اكتسبتي هذا الشيء؟ أي طولي بالك، لسه ما شفتي شيء، الصبايا رح ياخدوا بتاراتهم منك كلها بالتعليقات. دانا أنتي كمان؟ أنا بورجيكم. لك إيش بكي، مو هيك الخطة لازم تمشي؟ المهم هلأ طمنيني، كيف علاقتك برهف؟ بتحبي احكي من الجهة اليمين ولا من الجهة اليسار؟ دادو هلأ الجواب بسيط يعني، شي دي خليك قولي عادي اعترفي يعني، ليش هيك قلتي؟ هيما لا تعلقني، خلص شو بيعرفني، هيك خطر لي. هيك خطر لك،
مو انه غرتي من قصة البنت اللي اخترعتها بنوب. ايوة يعني عم تعترف انك اخترعتها. شايف كيف سهل اني اسحب منك الحقيقة؟ لا مو وين القصة استاذ يعني. بس ممكن تيجي تشوف سيارة خلاص سيارتي نشوفها خلي قلنا السيارة أول شيء شكراً كثير إنك عرفت علي إني معرفة قديمة هذا الشيء أسعدني عن جد بعدين بخصوص أيام أنا بعرف إنه رفيقك كثير يعني قصة هاي الخطبة أنا مزبوطة سوري ما دخلك أكيد ويمكن هذا تحديداً اللي أخذ اهتمامي هالفترة إنه ما دخلني بس ناطر اللحظة اللي يصير فيها دخلني أنا شرحت لك نايسلي مثل ما بدك أنا راح أمشي هلا أيهم بده دقيقتين لبين ما يرجع لهيك راح أقول لك شغلتين قبل ما أمشي لما بتصل فيكي اتأكدي إني بمنع حالي كذا مرة لأنه أكيد ما بيهون علي إنك تضلي تصديني بهي الطريقة وتاني شيء حتى نكون متعادلين الحساب واصل انتي شامت الدنيا مو؟ ايه انا ليه؟ لانه هذا منزل كونفرزيشن معك انه انا كل ما بدي صور فيديو بستعير تياب منك يس نجحت الخطه لك خطه شو لا تجننوني صبايا انتم عم تفضحوني هيك بدك ما تدققي هالشارده والوارده اتركي الصبايا يشوفوا شغلهم وتذكري انه عم يفضحوكي كرمالك برافو صبايا اكل الطعم خليكن عم تبعتوا له صور ومحادثات لك شبك هذا لمصلحتك عن جد ايه يي لك يخرب بيته هذا عم بيطبقني عم سألني وين ساكنة؟ رهوفة طبقي فورا انه بلكي منقدر نستدرجه اصحك ما تعطيه ولا معلومة طبقي ميرا لا تزعلي اذا بدك المحلل الرسمي للمنزل المفتش كنا اسمعي كلامه يا ستي هذا الفالي مو طبيعي شو وقع لي قلبي مصر قال في سياره ضربتني ايه بيكون من خوفه على سيارتك لك ايه بجوز هيك بس بحلقت بالسياره من اولها لاخرها ساعتين عم بتطلع ما في شيء قالوا مصر انه اخذ رقم السياره اللي ضربت سيارتي ايه طيب خلينا نقوم يلا بس لحاسي لا خلص واصل الحساب حلوان الخطبه ميرا افتحي حسابك اجاني ايميل تم استعاده الحساب يلا لك ايه كانه زبط وأخيراً كأنه عدد متابعينك صاروا الضعف كيف هيك؟ لك إيه عادي شعبنا بيحب الفضايح سمعوا عن قصة التهكير قالوا أكيد في فضيحة خلينا نتابعها عن جد؟ يخرب بيته لك إيه صار بدها لايف طم من فانزاتي عني لا حبيبتي صار بدها تجيبي لنا حلوان تستحي على دمك عبالله فكركم نسيانة تعليقاتكم ومسخرتكم علي؟ حبيبتي مرمورة نحن عقلنا أكبر من هيك كبري عقلي نصيحة بعد هاللحظة ما حدا فيكن يتعاطى معي وما حدا يزعل شو رح تشوفوا مني ايه يلا يلا حاج تغيري الموضوع وتلفي وتدوري على السريع بتروحي بتجيبي حلوان هاد بدل ما تقولي شكرا لإلكن يا رفقاتي لإنكم فضحتوني ولو ايه تكرم عينك يخرب بيته هالشب عن جد عنده إصرار هو أكيد حدا جنتل وذكي ولماح ممكن هذا الشي بيخليني طول بالي عليه برافو 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 ميديا كأنك هيك عم تحكي عالشاب بإعجاب إيه but I'm not ready يمكن عنده مواصفات تلفت أي بنت بس أنا ما بدي يطلع أي شي بحياتي اضطر بدي على بنتي
هلا انا بفهمك كثير منيح، بس هي ما دخلها، يعني انت لساتك صغيره وبصراحه لازم تشوفي حياتك. هلا مو وقته، ما بدي اوعد حدا بشي ما لي قدران اكفي فيه، وهذا الشيء اللي ما بيقدروا يفهموه. يفهموه؟ مين يفهموه؟ ليش مين في غير ادم؟ ايهم، بتعرفي هذا الشاب مستعد يستناني كل عمره. لا ولو هلأ معقولة واحد يستنى واحدة طول عمره؟ حدا عنده هذا الصبر؟ ايهم، بس او ماي جاد، او ماي جاد، شو نقاق، او ماي جاد. بالظريف. آسف يمكن جاي بكير كتير، بس ممكن أحكي مع دادو شوي؟ إيه أكيد، تفضل. لا لا معلش، مستعجل شوي لأني مسافر، طيارتي بعد ساعة من هلا. طيب ماشي، ثواني رح ناديها. لا لا هلا طالعة ومستعجلة كتير لأنه جاعت من فرني، شلشتيني خلص، هلا بحل الموضوع. سوري آسف، صار لك شيء؟ لا بس ضربت إيدي بوشي. سلامتك سلامتك. بعتذر منك، كنت وقعتك. ولا يهمك ولا يهمك. سلامتك سلامتك كثير. برافو، عن جد برافو. عن اذنك جاد، استنوني عم بحكي معك. جاد جاد جاد، رد علي يا حبيب. جاد جاد جاد، عم بحكي معك. عيب هي الطريقه. جاد جاد، لا مالك طبيعي على فكرة، مالك طبيعي بنوم. شو صار لك فجأة؟ شباك والله عيب راكدة وراك مثل الأولاد الصغار. لك دانا بكفي بكفي، لك أنت ما بتنتبهي على حالك، شو عم تعملي؟ ليش شو عملت؟ شو تصرفت خير إن شاء الله؟ لك مينو هاد؟ مينو هاد؟ وشو عم تطلعوا ببعض؟ شو عم تعملي أنت وياه؟ حبيبي أنت من وين بتشوف؟ ما كنا عم نطلع ببعض أولاً، ثانياً ما بعرفه ضيف لنور او لحدا من الصبايا، والله اول مره بشوفه. لك دانا مشان الله فهميني، انت وعدتيني مليار مره تراعي مشاعري، انا هيك ما بقدر. جاد ممكن تروق حبيبي شوي لانك رح تنجلط. اول شيء نحن بالشارع، والله انا صرت مشتهيه انه هالجيران شي مره يشوفونا رايقين ماسكين ايدين بعض، عم نحب بعض مثل كل العالم. كل الوقت بيشوفوا فضايحنا ونحن عم نتخانق، وشلون بدك يعني ما اطرق بالعالم؟ يعني ركب حساسات على جسمي وغماز يمين وغماز يسار. أخبرني الضحكة خلاص با. دهنا طب مين هاد؟ عن جد مين هاد؟ والله ما بعرف يا عمري، ضيف يا عند نور يا عند ميديا، ما بعرف. أنا عن جد لا تزعلي مني، أنا آسف. ما بس ما بقدر، أنا تحمليني، أنا آسف. حبيبي كم لا تزعلي مني بالحياة، صرت قايل لي أنا بطلت عد، بس يلا مالك. أنا عن جد لا تزعلي مني. طيب خلاص أوكي. مجنون وحياة الله مجنون. رح أفترض إنك كنت طالع على الدرج، قام طلع لك باب بيتنا، دقيت الباب، قام طلعت أنا. سربرايز، شو جابك على حارتنا؟ حبيت وضعك قبل ما سافر. تودعني؟ بنفس الوقت حبيت أشرح لك كل شيء عم تحاولي تفهمي. ايه عم اسمعك، تفضل. يمكن هلأ في خطوط بلشت تتوضح قدامك. أنا كذبت عليك بشغلات كتير، بس الشيء الوحيد اللي أنا ما كذبت عليك فيه هي مشاعري تجاهك. بصراحة ما بعرف هي المشاعر أين طلعت وكيف، بس صدقيني كانت من قلبي. ما كان فيني ما أقلك هذا الكلام قبل ما أرجع أمريكا. Oh my God، أمريكا؟ دادو أنا ظهوري بحياتك ما كان بالصدفة. في مين بعتني لشوفك وعارف ردة فعلك تجاه أي علاقة جديدة ممكن تدخل على حياتك؟ أنت
بتوصلي وتعرف ردة فعلي؟ انت شو عم تحكي؟ للأسف هي الحقيقة، وأنا ما كان فيني أسافر قبل ما أقول لك إياها. ما بدي أضل غصة بحلقي. ممكن تفهمني أكثر؟ مين ممكن يطلب منك هالشي وليش؟ دادو، أنت حدا طيب كتير وقلبك نظيف. بصراحة لما قررت أجي أحكي لك كنت معاهد حالي هذا السؤال بالذات ما جاوبك عليه، بس من حقك علي أنك تعرفي كل الحقيقة. تامر هو اللي طلب مني هالشي. تامر طليقي؟ لسه ما لحقت قل له عجبتني كان فايت وجايبة. هو صح ما معه مصاري، بس شو بدي أقول لك، ببيع كل تري يخليني مبسوطة. يا الله ما أحلاكم. وبعدين يعني لأمتى هيك ولا واحدة فينا عارفان شو بده يصير لقدام؟ شوفوا شو مكتوب عندي: إذا وصلت إلى حد الاكتئاب فعليك ممارسة الرياضة أو التسوق، لكن تجنب النوم. هدول اللي عم يحكوا هالحكي عايشين برا، أسهل شي عليهم ينزلوا على النادي ويتسوقوا. لك والله فكرة، إحنا قلنا زمان ما نزلنا على السوق. شو رأيك هاللوشة؟ لا لا حبيبتي، عندي جيم ببجي أونلاين ما فيني غيب عنه. هلا أنت من شوي كان ضايق أخلاقك وعبالك تنزلي، قومي غيري جو. قبل ما تطلعي فيني عندي لايف لازم افتحه، فانزاتي ناطريني، وعدتهم انا ما فيني ابدا. لسه بتحكوا عن الملل؟ اصلا اللي بيقعد معكم بصير معه توحد، مو بس اكتئاب وملل. كانك نسيتي الموبايل بايدك هادي. والله مع حق. لك رهوفة انت شو عندك؟ عندي شوية منيكير وبديكير. بتعرفي بدي انزل اشوف حبيبي عازمني على سهرة سوري. رهف، يعني شو بده يكون عندي؟ ما عندي شيء. ممتاز، معناتها هلأ بتقومي وبتجهزي حالك لبين ما أكون أنا قمت وجهزت حالي وبنروح سوا. أوكي، لأنه الروحة معك أحسن بكتير من الروحة مع ناس سلبيين وسوداويين وبيحطوا الهم بنص القلب. قومي رهوفة. أنا ما حكيت شي، ولو أنه يعني معها حق. تعرفوا أنا كنز. مهضومة. أنا لازم وقفه عند حده. لك وصلت معه يعمل مني فقر تجارب ويبعث لي الناس لحتى تختبرني. طولي بالك حبيبتي، هلأ أهم شيء وقت ما بدك تبعتي له لا تقولي له أنه الشاب خبرك، لأنه حرام بتحطيه بمشاكل. أكيد لا، بس أنا بعرف شو غايته، بده أي سبب لحتى يحرمني من بنتي. بس أنا ما بعرف ليش هالحقد هاد. دادو، ليكون قصده غير هيك. هو بده يمين يعني بركي هو لسه عينه منك وبده يرجعك. No way, impossible. كل شي بيناتنا انتهى. ما بتعرفي الله شو كاتب، شو بيعرفك انت. المهم هلا حاجة تنفضي يا علي. بتعرفي شو قايمة عامل لك؟ احلى كاسة لمونادا. ماشي، روقي يا عمري روقي. عم تسرق فينا الايام، عم يمضي العمر فينا، والامل سهرنا ونا عكتافونا احنا خفينا. كل يوم في امل، في امل جديد يمكن يتحقق. يمكن ضو الشمس جاي.
سمعتنا الصدفة وصرناها.